مشاهدين نرحب فيكم من معرض الكتاب الإسلامي من منطقة غرب مشرف من أرض المعارض. المعرض يقام تحت عنوان ثقافة أسرة وسط حضور رائع وكتب متنوعة ومميزة. خليكم تابعينا من خلال هذه التغطية. منارة للثقافة والعلم، وهدف المعرض نشر الثقافة والفكر الإسلامي الوسطي وتوفير المعلومات للطالب والباحث بأسهل الطرق وإبراز التقنية الحديثة في نشر الثقافة من خلال تعدد المشاركين وتنوع الكتب المعروضة التي تمثل جميع المعارف والثقافات الإسلامية لجميع الأنشطة الإنسانية. مشاهدين أحب أرحب بأحد المشاركين في هذا المعرض، أستاذ إبراهيم الشايع، كلمنا عن مشاركتك اليوم في معرض الكتاب أو معرض الكتب الإسلامية. أولا تبارك الرحمن، هذه المشاركة الأولى لنا في معرض بعنوان مهرجان ثقافة أسرة. المعرض هذا 44، لكن تبارك الرحمن هي أول تجربة لنا في المعرض، لكن ردودها كانت جدا جميلة. الفئة المستهدفة اللي كنا نبيها أمانة متواجدة. شعار المعرض قائم على الأسرة وثقافتها، فحرصنا في مشاركتنا أن نوجه توجهنا على الأسرة وخاصة على موضوع التنظيم والتخطيط. فكمشاركة إيجابية القائمين على المعرض حرصوا تواجد الأسرة إلى وهم الطلبة بشكل تقريبا يومي، فتجربة جدا جميلة. والقائمين عليه تبارك الرحمن يعني حرصوا بتواجدهم اليومي في المعرض. تحس في كتب معينة عجبتك اليوم أو في مواد معينة من الكتب لفتت انتباهك في معرض الكتاب الإسلامي؟ في بعض العناوين أمانة وبعض دور النشر تميزت في طرح العناوين الخاصة في عنوان المعرض، إن كانت محلية أو دور نشر خارجية. نشكرك على تواجدك معنا ونشكرك على هذه المشاركة المميزة. بارك الله فيك والساعة المباركة. مشاهدين أحب أرحب بالأستاذ ناصر السهيل من مدرسة زيد بن حارثة. أستاذ، كلمنا عن أهمية هذه المعارض، معارض الكتب للطلبة، خصوصا اليوم جاي أنت مع مجموعة من الطلاب. طبعا المعارض أنشئت من أجل أن يستفيد منها الطلاب الاطلاع على بعض الكتب التي قد نكون لا نجدها ببعض المكاتب فتوفر في هذه المعارض، وزيادة التنمية والقراءات عند الطلاب، وفيها يعني فائدة كبيرة ليس فقط لأهل القراءة بل كذلك من أجل أن ننشأ جيل متعلم يحب القراءة ويحب الاطلاع على الكتب المعرفة. شلون شايف إقبال الطلبة اليوم على معرض الكتاب وتواجدهم اليوم، يعني برأيك شنو يدل عليه؟ بالعكس، احنا نشوف أن الطلاب عندهم حب الاطلاع، يعني أول ما قلنا أن في رحلة حق معرض الكتاب
الكل كان يبادر والكل كان يسعى أن يكون اسمه أحد الأسماء الموجودة المطروحة، اللي يحب المشاركة ويحب الذهاب لهذا المعرض، لأن يقول المعرض هذا لا يعني مو بكل وقت يكون المعرض موجود. فوجدنا أن لهم إقبال كبير على هذا المعرض وأن يكون موجودين وحاضرين في هذا اليوم. نشكرك ونشكرك على تواجدك معنا من خلال هذه التغطية. الله يشكرك، احنا شاكرين لكم، وإن شاء الله المعرض هذا يستمر لسنين عديدة وما ينقطع هذا المعرض، ومشكورين على التنظيم والكتب اللي ممكن ما نلقاها بمكان. الكويت منارة للثقافة والعلم، وهدف المعرض نشر الثقافة والفكر الإسلامي الوسطي وتوفير المعلومات للطالب والباحث بأسهل الطرق، وإبراز التقنيات الحديثة في نشر الثقافة من خلال تعدد المشاركين وتنويع الكتب المعروضة التي تمثل جميع المعارف والثقافات الإسلامية لجميع الأنشطة الإنسانية. إن تنظيم معرض الكتاب الإسلامي ينطلق من إيمان الكويت بأهمية النشاط الدعوي الخيري الذي يسهم بشكل مباشر في نشر العلم وتسهيل أسبابه من خلال تشجيع القراءة والعمل على نشرها بين جميع فئات المجتمع، ليجتمع فيه كل من محب القراءة والباحثين عن المعرفة. حرص الكويت على توفير الكتاب المتميز ليكون في متناول يد الجميع حتى يتمكنوا من الاطلاع على جميع معارف وثقافات وأوجه النشاط الإنساني بسهولة ويسر، ولتكون الكويت منارة للثقافة والعلم. نشكر القائمين على هذا التنظيم الرائع لمعرض الكتاب الإسلامي، ونشكركم على حسن المتابعة، على أمل أن نراكم في تغطيات قادمة بإذن الله. مع السلامة.